السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وأنا بقلب في التلفزيون بالصدفة اكتشفت قناة بتجيب أفلام أكشن. هي القناة محدش يعرفها خالص، خليك أنت أول واحد تعرفها وتابع معايا الفيديو، القناة هتعجبك إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ اعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لأكتر عدد من الناس. أول حاجة من المنيو أهو القايمة دي بتظهر لك، بتضغط على كلمة التركيب، تنزل على قائمة الترددات، هنا الإضافة بالأحمر والتعديل بالأخضر والشطب بالأصفر والبحث بالأزرق. هنضيف التردد معانا اللي هو أهو 1 1 5 1 2، هو ده التردد أهو. معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي. اعمل لايك لو معملتش وتضغط أوكي أهو. دي قوة التردد 57-58، هو التردد تاني 11512، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي. هنقول له اوكي على التردد اهو، هيعلم عليه علامة خضراء، وهنقول له بحث بالزرار الازرق. ركز لا البحث عندك بانهي لون عشان ما تقومش حذف تردد او مغير تردد، وهتقول له بحث اهو حفظ البيانات. ركز برضو في الحتة ديت، تعمل البحث عن الشبكة خليها غلق، وانزل عند نوع القناة خليها جميع، وتقول ضاغط الزرار اللي هو الاوكي اللي في النص. اهم حاجة تعمل نوع القناة جميع والبحث غلق اهو. بيبحث عن التردد، والقناة روعة في الافلام بتاعتها. هي القناة نزلت اهي اللي هي القناة اللي قبل الاخيرة، هنقول له حفظ ونستعرض القناة. اهي القناة اهي في لوحة قائمة القنوات، اهادو التردد بتاعها 11512، معدل ترميز 27500. هنضغط اوكي على القناة اهو. اهي القناة اهي، بس ملهاش لوجو، القناة ملهاش لوجو هي، بس هي بتجيب افلام، وبين الفيلم والفيلم مدة ساعة او ساعتين كده، بس الافلام بدون ترجمة. بنوه الافلام بدون ترجمة، والقناة على التردد اهو 11512، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.